السلام عليكم الاخوان ديالنا، تحيه جميع المتتبعين ديالنا ديال القناه ان شاء الله مصعب فلوك باروت. الاخوان ديالنا اليوم موضوع ديالنا هو اللي بغى الماكله الطبيعيه يوكل بها الفريخاس ديالو ان شاء الله. من ناحيه ديال الثمن ندخل معاكم في التفاصيل كامله. الاخوان ديالنا هاد الماكله هادي هي هذه رسول محلي الاخوان وطبيعيه 100%، فيها البكتيريا النافعه، فيها المواد جميع اللي غادي يحتاجها الطير، املاح، الكالسيوم، فيها كل شيء. وكذلك العمر ديالها كيقدر يوصل حتى عام ونص، يعني الا حافظتي عليها يعني من الرطوبه وخليتيها مسدود عليها شي بواطه ولا هادي. الاخوان ديالنا اللي بغيت نوصل لكم مازال انها خاليه من مواد كيماويه ديال التحفيظ، وهذه نهائيا والحمد لله راه وكلت بها. راه الا كنتم متابعينا على القناه ان شاء الله غادي تشوفونا وكلنا بها الكابوني، وكلنا بها الارات، وكلنا بها جميع انواع الطيور، المولينا، البيروش، وكذلك الكالوبسيت. اخوان ديالنا اللي سبق له وكل ولا اللي غادي يوكل، باش تعرفوا ان يعني الماكله كتكون ماشيه، الباط يعني اللي كتصاوب الفريخات ديالك ولا الماكله اللي كتعطيه وانها ماشيه مزيان، اول حاجه كتكون كتهضم دغيا، ثالث حاجه كتلقى الرجيلات ديالو غلاضين، رابع حاجه كتلقى ان الكاليتي ديال الريش ديالو طالع بواحد القوه كما كتلاحظوا معنا، خامس كذلك شوفوا معايا السدر تبارك الله عامر مزيان. اخوان ديالنا اللي بغيت نزيد نوضح لكم مازال ان الثمن ديالها الاخوان 120 درهم، 120 درهم، واللي بغى 3 كيلو من ابتداء من 3 كيلو، اللي بغى كيلو 120 درهم ومصاريف الشحن يعني كنتقاسموها، وكذلك اللي بغى فوق يعني ابتداء من 3 كيلو الفوق مصاريف الشحن عليا انا، مصاريف الشحن عليا انا. الاخوان ديالنا كنتمنى ان يعجبكم يعني المحتوى ديال اليوم، وان شاء الله يعني ما نخيبوش الظن ديالكم. الحمد لله اصدقاء راه اللي متابعينا على القناه ان شاء الله راه خدموا بهذا البرودوي هذا، وكنتمنوا انهم يخليو لنا الشهاده ديالهم ان شاء الله، اللي خدم به يخلي لنا الشهاده ديالو الله يجازيه بخير. والحمد لله الحمد لله الشهر اللي فات تبارك الله راه يعني كبدايه مشات تقريبا 15 كيلو لمدينه اكادير، بدون ذكر الاسم ديال السيد، مشات لمدينه اكادير. وحاو يعني كل مره كنبغي ندير فيديو باش نحط لكم البرودوي، واليوم يلاه كتاب الاخوان. تحيه لجميع المتتبعين ديالنا، كان معكم اخوكم مصعب باروت فلوغ، تحيه وشكرا.